ما فشلتينا، كل أهلي ورفيجاتي دقوا علي يقولون ليش فاتحة سنابها عام؟ وأنا إيش علي من الناس؟ أنا خلاص قررت أصير مشهورة. يعني بتصيرين نفس هذولا اللي يسمونهم فاشينيستا؟ أنا لا راح أصير فاشينيستا ولا راح أصير بروجر. شنو بعد؟ أنا بصير مختلفة عنهم كلهم. أنا بقدم محتوى كوميدي، شيء مختلف تماماً عن كل اللي يقدمونه. يما ريلك ما راح يوافق، راح يعارض. خلي عارض، انا اصلا ابي يطلق عشان افتك منه وخلص. يما والعيال ما فكرتي فيهم؟ يما عيالي ما عليهم الا العافيه، يعني ايش بيصير فيهم؟ اصلا هو بس يطلق عيالي يا بيعيشون عندي يا عنده، وهو ما راح يقدر يتحملهم. امه عنده ايهم جابلتهم. يما تكفين فكيني من سيرته وهم، ولي سلم عمرك، خليني اصور فيديو حلو، ترى الناس حبت الفيديو اللي انتشر من شوي، خليني اشوف حالي يمكن تضرب معاي واسوي اعلانات. تدرين عاد يبي لي اشتري رينج لايت عشان يضرب بويي واطلع حلوه. ها يما اقولهم على سالفه المطعم يوم تحتو كرفست. بس يا يما ابي فولورز. شفتوا الصار؟